بنجدد الصباح لكم مشاهدينا، ورح نبدأ سوا بأولى فقراتنا الحوارية اليوم اللي رح نحكي فيه عن موضوع كتير مهم. أشفان يمكن هو غائب كتير وكتير نحن بنسمع فيه، خاصة بين الأسرة الوحدة أو حتى بين الرفقات. بنقول تعالوا نتحاور يعني بأي موضوع اللي كان. كثير أشخاص بحبوا هيدا الموضوع، بالمقابل في أشخاص لا، بيكون في هو جدال بينتهي غالبا بالخلافات، بينتهي إنه ما في إنه خلص تنقطع بالفعل. يعني الحوار اليوم قديش نحن بحاجة لنتحاور، نتقبل الآخر، نتقبل أفكاره. كل حدا فينا بيتوقع إنه هو الصح والباقي هو غلط اليوم. وأيضا يعني في فكرة ما، يعني بوجود وسائل التواصل الاجتماعي حدا بتلاقي ما عاد في حوار تماما، يعني بتلاقي بالبيت كل حدا قاعد بغرفة ما في مجال لنتحاور مع بعض. لنحكي عن الحوار طبعا اكثر، ويعني ونعرف نحن اليوم كيف ممكن يكون افضل طريقه للحوار بين العائله بين الازواج. طبعا بيساعدنا يكون معنا فرح خليفه، اخصائيه علاقات اسريه، استشاريه علاقات اسريه. اهلا وسهلا فيكي فرح، نورتي صباحنا. اهلا وسهلا فيكم، صباح الخير يا فرح. صباح الخير فيكي. يعني عم نحكي اليوم عن موضوع هو فعلا مثير للجدل، اللي هو موضوع الحوار، وخاصه بين الاسره الوحده، سواء كان بين الزوجين او حتى بين الاباء والابناء. يمكن في انواع كثيره للحوار، خلينا بدايه نعرف ونعددهم شو هن انواع الحوار. هلا اول شيء ضروري كثير اننا نحن نفرق بين مصطلح الحوار ومصطلح الجدل. الجدل هو انه نحن نفرض راي ونكون عم نشتغل على انه نحن بس نقنع الطرف الاخر براينا اللي نحن عم نحكي فيه. اما الحوار هو تبادل اراء. يعني اول فكره بالحوار هي انه نحن نكون عم نتبادل اراء، يعني انا اسمع الطرف والطرف يسمعني، نوصل لحل بالنص بيناتنا، لا انا افرض عليه ولا هو يفرض علي. بالنسبه لموضوع انواع الحوار، فهو في كذا نوع للحوار. أول شيء الحوار اللفظي والغير لفظي، يعني أنا وقت اللي بدي يكون عم أتواصل معك بس حكي بدون تواصل بصري، تواصل هيك أنه مع ابتسامة مع حركات، بدك تحسي شوي أنه صعب الفهم علي. أما بالنسبة لموضوع يعني النمط الثاني من تقسيم الحوار، هو أنه الحوار داخلي أو خارجي. أنا في عندي حوار مع نفسي، هذا حوار داخلي. الحوار الخارجي هو اللي بيجي بقى مع الأشخاص المقابلين، بيكون على عدة مستويات. يعني مثلا مستوى انه مثلا صباح الخير، كيفك، كيف احوالك، هذا حوار عادي تمام وسطحي. بقى خلال الأسرة، يعني انا بعرف علاقتي فيكي عن طريق مستوى حواري معك. حلو. طيب اليوم يعني نحن بلشنا عم نحكي عن موضوع الحوار، الحوار وقلتي له انواع ودرجات. اليوم الحوار واللي هو اكثر شيء شائع، المشاكل بتكون الحوار بين الزوج والزوجه، شو هو افضل طريقه اليوم للحوار؟ يعني هل هو انه مثلا الطرف الاخر يقول انه مثلا يقدم تنازلات او بيسكت بوقت ثاني معصب، شو هو افضل طريقه للحوار بيناتهم؟ هلا بصراحه هون الحوار الزوجي لحاله هذا بقى حكايه عن جد محور كامل. بس يعني اهم النصائح اللي ممكن تتقدم بهيك موضوع هو انه نحن نكون اول شيء متقبلين الطرف الاخر، حابين اننا نحن نوصل لحل معه. الطرفين يكون عندهم فكره انه انا بدي اني حل المشكله، مو انا جاي لحتى افرض رايي بهيدي المشكله. هدول هن اهم الخطوات يعني لازم تكون متخذه بالحوارات الزوجية. اذا الرجال معصب لا تحاوري ولا تناقشي ابدا، خلص تركي ليروق لحاله بعدين تحاوري معه. طبعا بالفعل وقت بيكون واحد بقمه الغضب ممكن مثلا يصدر منه كلام والفاظ ممكن يكون هو ما له قصده. طبعا هو هذا المضبوط، يعني هو نحن ما بنكون عم نحاور اذا كان في اي مشاعر انفعاليه او يعني عصبيه. هلا المخرج المبشر الزوج اذا معصب، حتى اذا الزوجه معصبه لازم الزوج معي يحكي. هو يمكن بتكون يعني هي المسؤوليه اكثر، الكنترول البيت بيكون عند الزوجه اكثر، فاذا هي المعصبه فهو يبعد. والله فرد الكنترول كله هو بصراحه اذا الزوجه معصبه لازم عن جد يبعد، لانه بمجرد ما انه يعصبها بزياده او يحاورها بتوتر كل البيت تماما، بتنفجر. صحيح. يعني هي بتضل تتحمل لفتره محدده بعدين خالصين. مظبوط. هون نحن عم نعطي ارائنا بالقصه، يعني كونه كلنا عايشين
يعني بنعرف الحاله. فرح يعني هلا بدنا نحكي نحن عن طبيعه الافراد ضمن الاسره الوحده. احنا بنعرف انه ممكن يكون في اختلاف ثقافات، اختلاف تعليم، درجات تعليم، ممكن حتى بين الزوجين بين بعضهم، وحتى بين الازواج والابناء كمان. تمام. هون بقى كيف نلاقي نقطه التقاء للحوار لحتى يكون يعني يصير فيه هدوء بالبيت اكثر؟ نحن ضروري كتير عند أي حوار نكون فهمانين عقلية الطرف المقابل. هلأ إضافة لاختلاف الثقافات واختلاف هلأولي على عشرة بقى بتصير بتختلط الثقافات مع بعضها وبصيروا بيكونوا ثقافة واحدة وبصير الثقافة السائدة في المنزل. بس نحن بدنا نحكي عن أنماط الأشخاص. يعني مثلا أنا في عندي ثلاث أنماط هيدا مقسم حسب علم النفس. النمط اللي بيكون بصري، النمط اللي بيكون سمعي، والنمط اللي بيكون حسي. أنا وقت اللي بيكون نمطي بصري، أنا حدا انفعالي سريع، بحكي بسرعة، بحكي بصوت عالي. بالمقابل الشخص اللي بيكون سمعي بيكون أروق أهدى، ما بيحب يسمع أصوات عالية، بس إنه بينتبه على الحكي كتير، ممكن إنه ينجرح من الحكي. الحسي بقى هذا إذا بتحكيه كلمة بجوز عم تمزحي معه وتضحكي بوشه بس ضحكة عالية بيتضايق. في حدا بيجمع كل هالأنماط سوا؟ هو ممكن. بصراحة إيه. أكيد طبعاً هو الإنسان المتوازن والإنسان المظبوط لازم يجمع كل هالأنماط، بس أنا عم أقول هون بيكون نمط سائد أو هو المسيطر على الأنماط الثانية. فمثلاً أنت كيف إذا مثلاً الأب نمط بصري والأم حسية، هدون كيف ممكن إنهم يتفاهموا؟ هو بيضل قاعد عم بيعيط ويحكي وهي هادية هيك، هي بتستفز وهو بيستفزها. فنحن ضروري نكون فهمانين هدول الأنماط ونعرف عقلية الشخص المقابل لإلنا منشان نحن يا أما نرتفع له أو هو ينزلنا. يعني وفي تنازلات مثل ما بيقولوا، يعني نعرف كل حدا طبيعة تفكير الشخص، هو كيف ممكن ردة فعله بهيك مواقف لحتى يصير في هيدا التوازن مثل ما عم تذكري. والتنازلات ما بتصير أبدا غير وقت اللي بيكون في حب، تقدير، احترام بالعائلة. تمام. مستحيل يصير في التنازلات بغير هيك حالات. صحيح. هلا نحن رح نكمل حديثنا معك، ولكن رح نكون باستطلاع قعدته لنا زميلتنا ساره سلمان لحتى نعرف اراء الناس بالشارع حول الحوار. بنحكي اكثر بعد الفاصل، بعد هيدا التقرير. تفضل. انت اذا بدك تقنعي شخص من افراد عيلتك بشيء معين، شو الطريقه وشو الاسلوب لحتى انت تقنعي فيه؟ بالنقاش. وكل واحد له طبع، له كل واحد له شيء، ما فينك تفرضي. هلا اوقات تفرضي بس بتجي ما فينك، يعني بوصلوا لعمر ما فينك، بدك تناقشيهم، بدك تستوعبي مشان انت تكسبيهم. انا بالمسايره بتعامل مع اولادي، ما في شيء بالجبر. يعني كلن عندي الحمد لله شباب يعني وزلم. انه ماما كذا، اعمل كذا، وانت شوف اللي بيناسبك. يعني انت بدك تقولي له انه شوف اللي بيناسبك، ممكن هو يقتنع بحكي انا بعدين. عرفتي؟ بيقول لك انه الماما حكيها صح، يعني بيدرس الفكره براسه وعلى هالاساس هو بيقرر. اسلوب بحكي بجادله، بناقشه بالحكي هيك. بتشوفي ايجابيات الامر، بتشوفي ايجابياته، بتشجعيه، بتعلميه على انه هيك الغلط بيوقعك بمشاكل، انه ما بتسلم منها او هيك يعني. تناقشي. ايه اكيد الحوار هو اهم شيء يعني. ما بضغط عليه ابدا. بساير ومسايره، باخذ رايه مره اثنين ثلاثه، باخذ راي امه، راي اخوه الثاني. يعني بالنقاش. بالنقاش طبعا، لكن ضغط لا مستحيل. تجربتي الخاصه بحكي لهم على تجربتي، بحكي لهم بقول لهم انا هيك 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 عملت مع اولادي. ونجحت الحمد لله تربايتهم تمام، يعني صاروا مهندسين ومعلمات وهيك. بقول لهم انا هيك هيك عملت، ما فيني اقنعهم غير هيك. بعطيهم نصائح وتجارب مني، بقول لهم احيانا انا هيك هيك صار معي، والله انا ما كنت اعمل هيك بصراحه يعني. ففي منهم بيقتنع، بيقولوا لي لا هالجيل هالحالي ما له مثل جيل اولادي. بقول لهم ممكن، بس لا، التربيه تربيه بالاصل، هي يعني ما بتتجزا. الحوار ليك القمع ما بيجي بغير الكبت والقهر وضعف شخصية للولد مع الأيام. بالحوار حاولي تقنعي مرة واثنين وثلاثة، ممكن طبعه فاجر أو هيدي، بس بطريقة محببة فينك هيدي تعطيه مثلا أمثلة، تقربي له بقصة بحكاية صغيرة، مثلا شوف رفيقك ليك شو شطور، يلا إذا عملت هيك شغلة حلوة بجوز تطلع أحسن منه، يعني حسسه إنه يتفوق حتى على رفقاته. أحيانا قد ما تحاوري للولد وقد ما تعطيه أمثلة
اذا شيء ما انه مقتنع فيه ما كثير بده يرد عليك. بيجي بطريقه كويسه، جاء اجى ما جاء اخر شيء بهالايام هذا ما حدا بيسمع من حدا، كل العالم هيدا. هلا ممكن احكي ايجابيات الموضوع العاجبني او اللي انا بدي احققه، بحكي ايجابياته اكيد. اي شيء مثلا بنحكي ممكن هني ما يعجبون، انا اشوفه صح، فما في الا اني اشرح وجهه نظر ايجابيه عن الموضوع اللي بيخصني او اللي انا بدي اقنعك فيه. بورجي الايجابيات بالواقع على مرأة عينه ويتاكد انه هيدا هيك فعلا صح، حتى لو خليته يجرب الغلط احيانا، بالاخص الاولاد بعمر معين اذا ما كان شاف بعينه الصح والغلط، لانه بتعرفي بالمراهقه بيصيروا هيدا الجيل بيعمل براسه انه هو الفهمان وهو زلم ان كان او بنت او شاب، يعني ساعات بيتاكد بيشوف بعينه، فرجيه انا الصح، واذا شاف هو الغلط بصير بده يعرف انه هيك صح. يعني فرح شفنا سوا التقرير، الآراء مختلفة، يعني بعض الأشخاص أنه أنا بتحاور مع ابني. اليوم أبنائنا يعني ما بيشبهونا أو بيقولون زمنكم غير زمننا، وهذا نحن كنا نقول لأهالينا زمننا غير زمنكم. هو يمكن قالت كلمة كتير مهمة، هي الأخلاق أخلاق بغض النظر عن الزمن، وما له علاقة، يعني صح صح والغلط غلط. اليوم نحن كيف ممكن نقدر نتواصل مع أبنائنا لصيغة معينة، يعني حوار معين هن يقتنعوا بأفكارنا؟ ممكن نحن اليوم شوي صعب نقدر نقنعهم بأفكارنا، كيف ممكن نتحاور معهم؟ الحوار مع الأبناء أهم شيء، أنه نحن نسمعه للولد بالأول، نخليه يعبر. بمجرد ما أنه خليناه يعبر وسمعناه يعني واستوعبنا، فنحن هي أول شيء، يعني هي أول تمهيد للحوار اللي ممكن يصير بعدين. نحن بنكون علمناه بهالطريقة كيف هو كمان يسمعنا، كيف هو يستوعب علينا. وفي كذا حدا قال انه عن طريق فرجيهم الايجابيات والسلبيات، في حدا كمان علق على انه موضوع الوعي، انه هي وعيانه بالشيء اللي عم تحكي عنه بدها اياه، فهي بكل بساطه بتقدر انها توصل افكارها للشخص المقابل. يعني انا وقت اللي بكون على وعي كبير بالموضوع اللي انا عم حاور فيه، فانا اجباري بقدر اني اوصل ارائي وبسهوله، وممكن اني اقنع الطرف الاخر فيها. تماما. فرح، هون بدنا نحكي كونك ذكرتي الابناء اللي هن يمكن هو المحور الاساسي ضمن الاسره، انه باي عمر نحن بنقدر نبلش بهيدا الحوار مع ابنائنا، نعلمهم كيف يقولوا شو بدهم، كيف يسمعوا، كيف يعبروا عن ارائهم، يعني يقدروا يستوعبوا انه نحن هلا عم نتحاور معهم. من لما بيكون الطفل ببلش يحكي بنسمعه، واهم شيء انه نحن نسمعه. بمجرد ما اننا نحن سمعنا علمنا ثقافه الاستماع، الاصغاء، مو الاستماع بصراحه، يعني لانه الاستماع هو بس انه الواحد عم يسمع، الاصغاء انه نفهم مع السمع. فبمجرد ما اننا نحن علمنا ثقافه الاصغاء، الحوار بيكون كثير ممهد له، يعني مع الوقت بيكون تمهد لانه يصير في حوار وتكون العائله محاوره واشخاص متحاورين. تماما. هلا اليوم مو كل العائلات بنفس الدرجه من الثقافه، بعض العائلات مثلا في عندها هذا الوعي الثقافي، في عائلات لا، ممكن الاب يفرض رايه على الابن، ممكن ما يرضى يسمع ابنه. كيف نحن ممكن اليوم نصائح نقدم للعائله اليوم، كيف نحن ممكن نتعامل مع ابنائنا خصوصا يمكن بسن المراهقه اللي هو اخطر سن، واللي بحاجه اليوم هذا الشاب انه نحن عن جد نسمعه، نعرف مشاكله، وبنفس الوقت انه وقت يحكي ما يخاف من العقوبه. انه انا اليوم يمكن بيجي ابنك ما بيحكي لك كل مشكله، بس يمكن هو بيدخن، بس اذا قال لك انا بدخن فهي مشكله بالنسبه لك. اليوم كيف ممكن يصارحك ونحن بنفس الوقت نكون متقبلين شو اللي عم يقلنا اياه؟ في كذا مستوى من مستويات يعني التطور عند الإنسان. يعني مثلا نحن في مرحلة الطفولة، مرحلة المراهقة، ومرحلة الشباب. بكل مستوى من هالمستويات عندنا الحوار بيكون بطريقة مختلفة. بمستوى الطفولة أنا مثلا بحكي مع الطفل، بحاول أني فهمه وأكد عليه المواضيع الأساسية اللي هي رح تساعده بحياته كلياتها. بمرحلة المراهقة بخليه يجرب بس بحدود،
انا بفرجيه انه انا معك وانا ما عندي مشكله انك تجرب وجرب اللي بدك اياه وانا داعم لك، وقتها هو بيكون اخذ الامان. بالمقابل انت بدك تحكي لي، انت بدك تكون معي، انا وقت اللي بسمعك ما بعصب. بالمرحله اللي بتكون بقى هون سن الشباب ودخل الشاب بمجال العمل، بقى هون نحن كمان كاهل ضروري اننا نفهم فكره انه فعلا الحياه عم تتغير، وكثير عادي انه يكون الولد عم بيمر بتجارب غير اللي نحن مرينا فيها واكبر، ونقدر انه نحن كمان نتعلم من تجاربه. صحيح. خاصه اذا كانوا مثلا الاهل منغلقين او بالبيت او اعمالهم يعني محدده، فضروري هون هون جو متنى. الاسره بيفرض كمان على يعني على طبيعه العلاقه بين الاشخاص ضمن الاسره. لا في ذكروا نقطه كثير مهمه، انه ممكن انت تكوني عم تحاوري لابنك وقاعده وفاتحه هذا النقاش معه، بس هو ما بيسمع، يعني قد ما حاورتي وعطيتي هذا الراي انه هو لا مقتنع بارائه الخاصه فيه. هون العناد بقى طبيعه كل طفل او كل شخص. الشغله بالرفيقه انه هو بيقتنع من رفيقه اكثر من بيقتنع منك، يعني اذا بيقول له رفيقه هي الشغله صح، اذا بتقولي انت ثلاث ايام انه غلط لا خلص، دائما انه رفقاتهم هن اليوم مصدر للمعلومه، هن اكثر ثقه من اهاليهم. هلا هون نحن طلعنا من الحوار وصرنا بمرحله المراهقه، هيدا وقلنا كم يعني اخطر مرحله هي مرحله المراهقه. مرحله المراهقه مرحله كثير حساسه وممتده وما معروف امتى بتبلش ولا امتى بتنتهي، فهي فعلا حساسه كثير، وضروري كثير انه نحن وقت اللي نكون عم نتعامل معها نكون كثير منتبهين لاي تصرف، لاي نظره ممكن احيانا ممكن تكون الام عم تسمع ابنها هي شارده بقى بصير عنده رده فعل، ممكن تكون عم تسمعه وهي شارده وعم بتفكر بشيء هي معصبه منه وتقول له ايه ويقول لها انت وافقتي مثلا ندخل بقى بهيدي القصه انت وافقتي وهي عملت لهيدي بعدين ليش عملتها انا كنتي من اكزي انا ما بنتبه ايه هو بيستفزوا على فكره ما بيكون مركز ما انك مركز معي بدك تكون مركز كثير. اليوم نصائح لكل اسره اليوم عم تحضرنا، افضل وسيله اليوم للحوار والحوار المجدي بالنهايه الاصغاء والإصغاء وأهم شيء الإصغاء، تعليم الأطفال من الطفولة يعني أنه يعبروا تعبير، يعني في كتير أحيان نحن مثلا بيرجع ابني من المدرسة عم يحكي لي حكايات بقمعه سكوت خلص أوكي أنا تعبانة أنه ما فيني إسمعك، طب أنت هيك ما بتخليه يعبر، هو المفروض أنه يعبر يحكي يكون عنده ثقة، ومن هالشغلات اللي بنمنحه اياها بالطفوله بقى هو بيصير عنده قدره اكبر على الحوار بالمستقبل مع الاهل. يعني هيدي النقطه كثير مهمه، في حال الام او الاب ما سمعوا انه سكتوا تعبانين ما بدنا بقى بيصير بيلجا للطرف اللي هو بده يسمعه، هون بقى بنلاقي الولد طلع من خارج اطار الاسره وصار برا بالشارع مع رفقاته وصار بقى يسمع ودانه لبرا مثل ما هلا ذكرتي انه بيسمع من رفيقه اكثر من بيسمع تماما. من هلا بوسائل مفصل اول ما بيوصل اقعد احكي لي شو عملت اليوم، فانه هذا الحوار اليومي شو عملت شو ساويت شو دائما، حتى هو بحسس انه انا بعرفك انه انت ما بتغلط وما بعاقبك متقبله لاي وانت مركزه، يعني ما تقولي له ايه وانت شارده بشيء ثاني الا اذا كنت كثير جاي من الدوام ومعصبه انه لا اجل الحوار بعدين. ضروري انه نحن نركز على فكره انه نحن نكون متقبلين الطرف الاخر كثير، وفي حال كرهنا تصرف نفهمه انه نحن كرهنا هذا التصرف منك مو كرهناك انت، لانه الطفل والمراهق كثير عندهم حساسيه لهذا الموضوع. اختيار المصطلحات مع هدول الاطفال والمراهقين كثير مهم، لانه هن بقى بيرجعوا بقلبوا الحكي مثل ما قلت، اذا كانوا خاصه سمعيين يعني بيسمعوا أيوة. فبيحللوا بقى الكلمه مثل ما بدهم. وسائل التواصل الاجتماعي اليوم اللي عم نلاقيها كثير منتشره، بنلاقي كثير يعني اشخاص باعمار صغيره عم بينزلوا هدول البوستات تبعت حالتهم النفسيه قصص، يعني كل حدا بقى بيقعد بيعبر، هون عم يلجؤوا يمكن عم تغيب لغه الحوار، عم بغيب الكلام حتى ضمن الاسره، هون كيف بنقدر نحن يعني نسيطر شوي؟ يعني هي كمان نصائح يمكن للاهل للاباء والامهات، نسيطر على هيدي الحاله، نخلي الابن يحكي مو يكتب على ويلاقي التعليقات انصحوني وقولوا لي واعملوا لي، في مين ينصحك بالاخر ضمن بيتك وضمن اسرتك؟ بدنا نبلش بتحديد الوقت تبع استخدام السوشيال ميديا، اضافه لمراقبه
لأي شيء بخص حسابات أطفال أولادي. الموبايل مو ما بيصير يضل طول الوقت لا مع مراهق ولا مع طفل، يعني نحن ربينا بطريقة معينة هي هي الأساس. بقى عادي بقى يمسك الموبايل بعدين، لأنه هو الموبايل بكل الأحوال بيعطي يعني ما بس بخفف الحوار. هلأ صرنا بنشوف العائلة كلها قاعدة على الموبايلات، ما في حق، ما في تواصل بيناتهم. تمام، بالفعل إنه مثلاً إنه خلص يعني ممكن اليوم تلاقي بالبيت أربع أشخاص كل حدا بغرفة كل حدا قاعد، وصار كل واحد عنده عالمه الخاص اللي هو بيتحاور معه وبيستشيره. وهذا اليوم كثير مشكله، يعني نحن بنتذكر ايام زمان قبل ما يكون في موبايلات، كانت هي جمعه العيله القعده الصبح او القعده بعد الظهر مجال للنقاش، نعرف اخبار بعض اسرار بعض. اليوم هي على جد ضمن الغرفه الواحده لو كانوا موجودين بتلاقي كل حدا اخذ زاويه وموبايله لحاله ماسكين موبايلات ولا في حديث بيناتهم، يعني حتى احيانا بيبعثوا رسائل لبعض على المسجر. حدا وقت بيعزمهم الله يرفقاتهم على المطعم تلاقيك وحده على موبايله وعم تنزل بقى السيفي والقصص هي، لانه هذا الحوار اليوم لازم نلاقي طريقه لنرجع نتحاور فيها مع بعض. مزبوط هالحكي، تماما. اكيد نحن كثير يعني كنا سعيدين بحوارنا معك يا فرح، شكرا لك، ان شاء الله الكل يكون استفاد من هيدي المعلومات لحتى نرجع شوي نلاقي هيك صيغه للحوار، خاصه بالاسره الواحده، نرجع ابنائنا يكونوا موجودين يعبروا عن ارائهم، بالاخر بيطلع جيل واعي وبيعرف هو شو بده اصلا وبيعرف ثقافه الحوار اللي نحن كثير عم نحكي فيها. شكرا لك فرح خليفه، استشاريه اسريه تربويه، شكرا لك. شكرا لكم، اهلا وسهلا فيكي فرح.